بليغ؟ جون بريميه السينما المصرية. أنا مش عارفة أنا كلمتك ليه أنت بالذات. هو أنت عايز مننا إيه يعني؟ جريمة قتل ومتطبرة. راجعين يا هوا. واحد كان عايز يخلص منه فضرب واحد. يا دي بليغ اللي مش هنخلص منه. هو في إيه؟ أنا واقف في النص بتاعنا على فكرة. الديوك تموتوني قبل ما أرجع. لحد ما ظهر فجأة. بنينا حيطة بيننا وبينهم وبرضه عمالين يرازوا فينا. معقولة هما دول أهلي وناسي ولاد إخواتي صحيح؟ كل اللي بينا مفاصل من الأخلاخة ما تستحملش الشرب. طب الوقت بيعدي وانت مخلك سر. في حد مهدد المحل. براءتك المزيفة دي مش هتنجيك مني. انت مش قادرة تنسيه. انت جاي طمعان. هتجيله الخمسة مليون. اوعى تعمل حاجة قبل ما تفل. باظت خالص ها؟ طب كده؟ كده انا ما فهمتش. مني؟ ولا. بيتم ابويا وعمي بالتزوير. قال ايه عشان الورد؟ اهل الحب صحيح. راجعين يا هوى يوميا السابعة مساء في رمضان على قناة مصر الأولى.